من المواهب التي لا أراها مخيفة بالمعنى السلبي ولكنها مخيفة بالمعنى الإيجابي جدا، عصام عمر. عصام تاتشود يعني، أنا عرفته من خلال بالطو، وبعد كده شارك في مسلسل بطن الحوت اللي أنا ما شفتوش، بس شفت الريفيوز أو المقالات أو الكتابات النقدية عليه. وكل الحقيقة يثني على موهبة هذا الفنان الرائع. وانا ما بحبش بقى كلمة ايه الفنان الشاب والفنان الصاعد والفنان لان دي برضو كلها ايه توصيفات غريبة جدا بالنسبة لي، يعني توصيف الفنان على حسب الفئة العمرية، فنان ولا مش فنان بس خلاص. فعصام الحقيقة الكل يحب ان يشاهد عصام. فعصام طبعا زي ما حضراتكم عارفين عنده السنة دي بطولة مشتركة ما بينه هو واحمد داش في مسار اجباري. ازيك يا عصام؟ ازيك يا استاذ يوسف؟ بص يا عصام، انا عارف كويس ان انا راجل عجوز وداخل وبكره هبقى 49 سنه، بس انا لست من انصار الالقاب على الاطلاق، عامل زي الاجانب كده. انا يوسف طبعاً. انت عصام، اتفقنا؟ ازيك يا استاذ؟ طبعا ازيك يا استاذ برضه. عصام الاول خليني يعني انا اشكرك على العمل اللي انا شفته اللي هو اصبح الان خلاص معروف وكل الناس شافته زي بلطو، وكمان انا زي ما كنت بقولك انا قريت كل ما كتب تقريبا، ما اقدرش اقول كله بنسبة 100% حول بطن الحوت، والكل يثني الحقيقة يعني. وانا شفت لك لقاءاتك التلفزيونية، وطبعا كمان جزء من غيرتي المهنية ان انا اقول ايه ما جاش عندنا، كان لازم نجيب حاجات كده بإذن الله بإذن الله بإذن الله. كلمني على مسار اجباري ده مبدئيا لحد ما اخش في السؤال او بعض الاسئله اللي اشوفها اجمد شويه. والله احنا يعني بنحاول نعمل مسلسل قريب للناس، يبقى شبه البيوت بتاعتنا كده كلها. مش حابين من اول خالص ما الشركه المتحده اتكلمت معايا، كان الغرض ان احنا نعمل حاجه، انا بحب اعمل حاجات قريبه للناس يا استاذ يوسف، ما بحبش يعني. طبعا احنا عندنا في مصر فئات كتير وكاتيجوري كتير من كل حاجه من كل فئات الناس، بس انا بحب الحاجات القريبه للاغلبيه من الشعب يعني. فاتكلمنا من الاول على كده وحاولنا نعمل فكره تبقى شبه بيوتنا، يعني شبه البيوت اللي انا طلعت منها وكده. فاتكلمنا على مسار اجباري وعجبتني الفكره جدا، وحسينا ان هي الناس هتحبها، وهي عن علاقه اخين ببعض اكتشفوا ان هم اخين. ايوه. ولقوا نفسهم متورطين في حاجات اكبر منهم بكتير، واكبر من سنهم، واكبر من الفتره اللي هم المفروض يعيشوا فتره شبابهم ويبنوا مستقبلهم. مره واحده دخلوا في حوار مش بسببهم هم ولا ليهم دخل فيه، بس خلاص هم ملطوطين ان هم لازم يتصرفوا، لازم يطلعوا من عنق الزجاجه ده. فبس بنخش في مسار اجباري غصبا عننا لغايه ما بنحاول نطلع منه، مش هنطلع، مش عارفين السبب. حلو جدا. انا من ضمن الحاجات اللي بحبها فيك جدا ان انا لما شفت لقائك الحقيقه مع زميلتي العزيزه منى الشاذلي، لقيت رجل شديد الجديه والرصانه في حديثه، قليل الكلام اللي هو سيادتك يعني. فده كان بالنسبه لي مبهر، لانه لما انت عملت بالطو اللي هو عمل كوميدي حلو، حلو ليه؟ لانه مش بتاع افيهات. صح. احنا انبسطنا وضحكنا وابتسمنا وكنا متشوقين نشوف الحلقات طول الوقت على واتشت وما الى ذلك، ومن غير ما يبقى فيه افيهات وزي ما يتقال كده فرسجه يعني. صح. فشفت مواقف حلوه بتاعه الناس، البيوت اللي زي بيوتنا يعني، الطبقه المتوسطه المصريه، اولاد الموظفين. صح. فهنا قلت هذا الرجل له مستقبل. انا طبعا ولا بفهم في الفن ولا بتاع، انا مجرد احساس، مجرد اعجاب يعني، بس قلت كده بيني وبين نفسي يعني، قلت كده ده ليه مستقبل عظيم. لانه ومش بقارن، استاذ فؤاد المهندس كان رجل شديد الجديه، استاذ عبد المنعم مدبولي رجل شديد الجديه، استاذ امين الهنيدي رجل شديد الجديه، وقدموا لنا احلى كوميديا. فهنا بقى هرجع على الشخصيه بتاعتك في مسار اجباري. هي شخصيه، انا مش بقول لك ريفيل يعني، مش بقول لك اكشف لي حاجه، لكن الشخصيه تركيبتها ايه؟ جاد، غلس، بلطو؟ هو جاد، هو
هو شخصية جادة وعنده سنة تكبر شوية على الأشخاص اللي حواليه، لغاية ما الحياة بتعلمه درس تاني، إن هو مهما كنت بتفهم في شيء أو فاكر إن أنت حاطط قصاد عينيك هدف مفيش حد هيبعدك إن أنت تحققه، وإن الحياة ليها اختيارات تانية، إن ممكن نكون كلنا بادئين من البداية بيبقى غرضنا غرض تاني يا أستاذ يوسف، بيبقى النية حتى في فعل الأشياء أو في النية في إن أنت تختار حاجة في حياتك بتبقى نية كويسة جدا، لكن الحياة مرة واحدة بتدخلك في مسار إجباري إن أنت بتتحول، أنت نفسك بتكتشف نفسك، يعني زي في مثل كده أمريكاني بيقول لك راوند أفتر راوند يو ليرن مور أباوت يور سيلف، يعني أنت كل جولة من بعد جولة تستطيع أن تفهم نفسك أكثر. بالظبط، تكتشف نفسك، أنت تقول أنا بادئ أصلا ده الغرض، مرة واحدة أنت تكتشف قدام نفسك إن لأ انت مش ده غرضك، انت كنت عايز حاجة تانية، او ان انت الحياة دخلتك في قرار تاني لازم تاخده، مش هينفع تقول انا عايز ده او انا هفضل ماشي ده، لان كمان انت متعلق في رقبتك عيلة ومتعلق في رقبتك اخوات، وان كمان ساعات يا سيدي في الاختيارات مش بتبقى لازم تبقى اختيارات فردية، انت ساعات بتشوف الافضل للعيلة، يمكن مش الافضل ليك ولا لاختياراتك، بس الافضل للعيلة، الافضل ان احنا نكمل في السلام. هو ده مرة واحدة علي الشخصية اللي في المسلسل لقى نفسه لازم يبدي مصلحة عامة عن مصلحته أو عن حلمه أو عن كده، فهو ده اللي شدني للشخصية، وهو ده اللي بشوفه انطباع عننا كلنا في حياتنا كمان، مش عن المسلسل بس، احنا كلنا بيبقى ناويين على حاجات والحياة بتطلعنا في حاجات تانية، وبيبقى نيتنا نكون شيء ومرة واحدة غصب عننا بنلاقي نفسنا شيء تاني. صح 100% 100%. طب البطولات المشتركة اللي بتبقى ما بين اتنين من نفس الجيل، ساعات بيبقى في بطولة مشتركة الأب وابنه مثلا، لكن اتنين من نفس الجيل، أنا بتذكر دايما أستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه وأستاذ نور الشريف الله يرحمه. طبعا فلما كانوا بيمثلوا سوا أنت حاسس بالكيمياء الحقيقية. هنا بقى السؤال، أنت وداش عملتوا إيه قبل المسلسل؟ والله بص انا فعلا محظوظ ان انا معايا احمد داش، او انا مع احمد داش، لان فعلا داش شخصيه في الحياه كمان شخص على طبيعته جدا وعلى سجيته جدا، وبني ادم هادي وبني ادم لطيف جدا، وتعرفه في الحقيقه كمان تحبه. انا كنت بحب داش من قبل الشغل، ولما عرفت ان انا اكون معاه في المسلسل حسيت بكده، ايه والله يا حلو، طب تعالى نكتشف ايه الدنيا، في ناس انت ممكن تشوفها في شغل تقول والله شاطره جدا، لكن تقابلها في الحياه تحس ان انت مش هتقدر تتعامل معاهم بشكل معين. صح. والله كتير لكن انا داش لما عرفته حسيت ده كمان يعني حبيته اكتر من وانا بتفرج عليه، لطيف جدا، وقعدنا سافرنا مع بعض سفريه كده، قعدنا نفهم بعض اكتر واشتغلنا على المسلسل اكتر قبل ما نخش نصور، فارتحت جدا، واحنا هو الحمد لله ماشيين في التصوير بسرعه الحمد لله بشكل كويس ومبسوطين جدا، وان شاء الله لو كميتنا مش حلوه ما اعتقدش هيطلع للناس حاجه حلوه، كل حاجه بتبان يا استاذ يوسف حتى الكواليس كله. صح، ده شغل امريكاني ده، انت عارف اللي هو لما الممثلين اللي بيتشاركوا بطوله عمل بيعملوا زي معايشه، يعيشوا مع بعض فتره. بالظبط. لا ده احنا عندنا الدنيا اتقدمت قوي، ده شغل عالي. والله برافو عليكم والله بجد يعني. فانا بشكرك عصام جدا جدا جدا، بالرغم ان انت اصريت على كلمه استاذ طول البتاع، لا ما تعملش كده ارجوك، وخصوصا لما نتقابل ما تقوليش استاذ على الاطلاق، والله لازم بحب الالقاب يعني. هقول لك ممكن في الكواليس استاذ يوسف، بس في البرنامج هقول لك استاذ يوسف. اعمل زي ابني، قول لي يا حاج. يعني انا ابني ثانويه عامه، فالواد هراني يا عم، كل ما يشوفني يقول لي يا حاج، فكسر نفسي الحقيقه. اشكرك يا عصام جدا وبالتوفيق. انت على المداخله الجميله دي ان شاء الله. لا والله ده انا اللي سعيد بيك جدا، واتمنى ان انا فعلا اشوفك قريب، وانا متاكد انه المسلسل هيطلع فعلا حلو. كل الشكر للفنان عصام عمر، ومثلا حد يجي يقول لك ايه والنجم الصاعد، مفيش حاجه اسمها النجم الصاعد، ما هو يا نجم يا مش نجم، عصام مطلوب، هو مطلوب، اذا هو نجم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.